اخبار اليوم. النهارده الامتحان كان سهل الحمد لله، وكان جاي من كتاب المدرسه والوقت كفى، والحمد لله يعني ما كانش فيه دكات كتير، يعني كان شويه في النحو بس الحمد لله يعني. طب ايه رايك في التسريبات اللي حصلت الصبح؟ هو بصراحه كانت مسخره يعني انه يتسرب الامتحان واحنا لسه بقى في اللجنه، لكن الامتحان ايه النهارده؟ كان شايف الحمد لله، والعربي يعني جاي مباشر كده، في مثلا شويه دكات بس كلها في الحته التنفيذ يعني مش صعب قوي يعني. كان جاي في كتاب المدرسه؟ اه يعني هو مش جاي في حاجات غامضه او كده، كان محتاج بس تفكير شويه وبعد كده يشوف. ايه النهارده؟ كان كويس بس معظم الطلبه تحس ان هم الورقه وهم لسه بيتكلموا في مواضيع تعليم او يعني. كان برضه في النحو كان في شويه حاجات غريبه يعني، المبتدا المؤخر في اول الاعراب ده ما كانش معروف، ما كانش واجب كده، في ناس عارفاها مضاف اليه، في ناس عارفاها مفعول به، كان في اختلافات كتير. السؤال بقى اللي عاد عنه معظم الطلبه هو في سؤال الادب، كان السؤال بالظبط مش عارفين هو مختار اني مدرسه بالظبط، هو الاخر الامتحان هو كويس يعني تقيل ومحتاج مجهود جامد ومحتاج وقت.